إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس. لا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، طبعا الناس كلها تابعت معايا الايام اللي فاتت المعاناه والمشاكل اللي واجهتني علشان اخد ولادي، كاي ام ليها الحق في احتضان اطفالها الصغار بغض النظر عن العقيده او اي اعتبارات اخرى. لكن للاسف تم اخفاء الاولاد بالرغم من تقديم شكاوى لجهات عديده. علشان كده عايزه اوجه رساله لاولادي جرجس وبيتر وبولا، وكمان اوجه رساله تانية لقيادات الكنيسه اللي خاطفين اولادي بمساعده ابوهم. الرسالة الأولى لأولادي: أحب أعرفكم أني أمكم وبحبكم جدا، وكافحت كتير علشان أعرف مكانكم وأجيبكم، بس للأسف الناس اللي خاطفينكم قتلوا طفولتكم وحرموكم من حضن أمكم، علشان كل ذنبها أنها بتعبد إله واحد وهو الآب وحده. بطلت تعبد ثلاث آلهة، بطلت تعبد إنسان ربنا خلقه وهو المسيح وبيقول عليه الابن وهو الإله التاني مع الآب. بطلت تعبد الروح القدس اللي بيشبهه بالحمامة وبيقول عليه الإله الثالث مع الأب والابن. ولو فكرتوا شوية وقريتوا الإنجيل هتلاقوا الكلام ده موجود في رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا الإصحاح الأول العدد من 21 لغاية 25: لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله، بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي، وبينما هم يزعمون انهم حكماء صاروا جهلاء، وابدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صوره الانسان الذي يفنى. وده جه في رؤيا يوحنا الاصحاح الثامن عدد 40: ولكنكم الان تطلبون ان تقتلوني، وانا انسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله، هذا لم يعمله ابراهيم. والطيور، وده جه في يوحنا الاصحاح الاول عدد 32: وشاهد يوحنا قائلا: إني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه. والدواب والزحفات، وده جه في إنجيل يوحنا 17-14: هؤلاء سيحاربون الخروف والخروف يغلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، والذين معه مدعوون ومختارون ومؤمنون، لذلك أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أجسادهم بين ذواتهم، الذين استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق اللي هو المسيح دون الخالق وهو الله الذي هو مبارك إلى الأبد آمين. والمسيح قال لهم: أنا مش إله، والدليل موجود في إنجيل يوحنا إصحاح 20 عدد 17: قال لها يسوع: لا تلمسيني، لأني لم أصعد بعد إلى أبي، ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. فهنا بيقول إلهي وإلهكم، يعني ما ينفعش إن الله أو إله يعبد إله تاني أو يكون لي إله. فأنا دينا هو بكلمكم من الكتاب المقدس بتاعكم اللي المفروض تقروه وتدرسوه، بناء على الكلام ده أنا أسلمت. فانا لما سبت البيت ومشيت كان عندي شويه مخاوف ان اخدكم معايا، عندي افكار طبعا اللي كانوا الاساوسه بيقولوها لنا واحنا صغيرين، ان الاسلام ده دين ارهاب وان محمد قاتل والمسلمين وحشين. لكن لما عشت وسط المسلمين لقيتهم ناس عاديين جدا، يعني فيهم الحلو والكويس وفيهم الوحش، بس دينهم بيامرهم انهم ما يعتدوش على حد، وانهم يعاملوا المسيحيين كويس، وانهم بيتقبلوهم. ده حتى لو مثلا ام مسلمه قررت انها تكون مسيحيه او تختار اي دين تاني، فالاسلام هنا بيؤمر اولادها انهم يعيشوا معاها عادي جدا ويعملوها كويس وما يطعوهاش، بس بشرط ما يغيروش دينهم. وده عكس المسيحيه تماما اللي بعدت بيني وبينكم وبيني وبين اهلي كلهم بسبب اني اسلمت. وده معناه ان مفيش محبه في المسيحيه للمخالف ليها. ولازم تعرفوا ان الاسلام كرم السيد المسيح عليه السلام وام السيده مريم اشد تكريم، لدرجه ان في سوره كامله في القران باسم مريم، ومفيش اي سوره في القران باسم زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا حتى باسم والدته. واسم السيده مريم عليها السلام اتكرر في القران 31 مره،
وكمان سيدنا المسيح عيسى عليه السلام جه في القرآن 25 مرة، واسم المسيح بس اتكرر 9 مرات، في حين ان اسم النبي محمد لم يتكرر الا 4 مرات بس. والدليل قول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وكمان المسلم من شدة احترامه للمسيح بيقول عليه المسيح عليه السلام، والإسلام برأ المسيح من الذل والهوان واعتقاد المسيحيين أنه مات واتصلب، والقرآن قال عليه لم يصلب ولم يقتل، فأنه مش محتاجين تقتلوا إنسان بريء علشان يخلصكم من خطاياكم، لأن الرب رؤوف رحيم يغفر الخطايا ويخلص في يوم الضيق زي ما ورد في سفر يشوع ابن سيراق. والاختلاف بين المسيحيين والمسلمين حول شخصية المسيح هو ان المسيحيين بيقولوا انه الله او ابن الله وانه لاهوت وناسوت، اما الاسلام بيقول عنه انه رسول ونبي من انبياء الله. اما بقى عن الحجاب اللي انا لابساه، هو نفس الحجاب اللي كانت لابساه السيدة مريم عليها السلام، كان لبس الراهبات ولغاية دلوقتي لبس الراهبات زي الراهبة مثلا تامر فيريني. يعني انا ما ارتكبتش اي جريمه، بالعكس انا رحت الدين بيكرم المسيح وبيكرم مريم عليها السلام. ولما اتاكدت من صحه اختياري للاسلام وانكم لو جيتوا معايا هتعيشوا عيشه محترمه وبحريه تامه في اختيار معتقدكم، قلت اسال عنكم علشان تيجوا وتعيشوا معايا، وده بعد اسلامي بفتره بسيطه جدا. علشان كده رفعت قضيه في المحكمه علشان اقدر اخدكم بحكم قضائي، وبالفعل اخدت الحكم ورحت علشان انفذ الحكم من خلال الشرطه. ما لقيتكمش في البيت، لقيت بس رانيا، ورانيا ساعتها رفضت تيجي معايا واحترمت رغبتها لان ما فيش عندنا اكراه على اي شيء. عرفت بعد كده انكم في جمعيه اسمها جمعيه القديسه دميانا في شبرا، ولما وصل خبر اني بدور عليكم نقلوكم لمكان تاني. ولما عرفت الكنيسه ان بدور عليكم وان معايا حكم قضائي بضم اطفالي الصغار، بعتولي واحده اسمها ميرفت بنايوتي، واحد اسمه رحوم الحرامي اللي هو كان سرق فلوس من جامعه المنيا وهرب بره مصر وقالوا انه بقى مسيح. والناس كلها، الناس كانوا طبعا دول بيساوموني بيكم بيقولوا لي لو عايزه اولادك ارجعي للمسيحيه واحنا نسفرك بره مصر ونرجع لك اولادك. هنقول ان هم خدوكي بالعافيه وعملوا ما انت مش هتقولي راحه بارادتك، برضو انت هتقولي هم خدوكي وخلوكي تعملي الفيديوهات دي وتحت تهديدات. افهمي، ما هو ما ينفعش انا راحه بمزاجي وبعد ما راحه بمزاجي خلاص انا رجعت. لا، ده انا اتوهت واتخطفت واتقلي بقى. يعني حضرتك بقى بتحرضيني على الكذب وبتحرضيني ان انا اقول على المسلمين انهم خطفوني وبهدلوني وعذبوني واجبروني ان انا اقول الفيديوهات واجبروني ان انا اطلع في القناة واقول الكلام ده كله. ده انت كده بتحلمي بقى. موضوع ولادها، اسمعي بقى عشان انت كنت شرطة انك عايزة تشوفي ولادك. لسه اقولك معنى هفهمك يا غادة عشان يبقى الامور كلها واضحة. قال لي هكون معاكي امين، لا الكنيسه هتثق ولا احنا هنثق. فاهمي بقى خليه ايه معايا. قال لي حاليا في الوضع اللي هي فيه لا الكنيسه هتثق ولا احنا هنثق، وهنخاف على الولاد من الله. نعم حضرتك، انت عايزه تفهميني انت والكنيسه خايفين على اولادي اكتر مني؟ ده انا امهم. ازاي يعني الكلام ده؟ يعني اصلا انتوا مالكوش دعوه بولادي، انتوا مالكوا؟ دول ولادي، انتوا خطفتوهم، والكلام ده بيدل على ان الكنيسه متورطه، ابوهم متعاون مع الكنيسه في اخفاء ولادي. انتوا بتتظاهروا ان انتوا خايفين على ولادي؟ المفروض ان دول ولادي، انتوا مالكم بيهم اصلا؟ والحمد لله ربنا قدرني اني اخد اعتراف من ميرفت ان الكنيسه متورطه ومسؤوله عن اخفاء اولادي. فتعالوا نشوف ما يؤكد الكلام ده في التسجيل اللي جاي. وقالت لي
الكنيسة هتقف معايا لما تتأكد ان ماما رجعت معاك. في المقطع ده بتقصد بنتي مريم. ولاحظوا كده تكرار كلمة الكنيسة، الكنيسة هتقف معايا، الكنيسة هتقول لي، الكنيسة هتعمل معايا. ايه بقى دور الكنيسة في الموضوع ده؟ المفروض ان هي حاجة أسرية، الكنيسة ايه دخلها في اخفاء ولادي؟ مش اي حاجة، هما كانوا واخدين الولاد عشان خاطر مش خايفين عليهم. نعم نعم حضرتك، هما كانوا واخدين الاولاد علشان خاطر خايفين عليهم. يعني اديكي بتعترفي بصريح العبارة ان الولاد عند الكنيسة، وانت بتقولي هما واخدين الاولاد علشان خايفين عليهم. بس انا يعني كان ليا رجاء ان انا كان نفسي اشوف ولادي قبل ما اسافر، وده امر يعني نفسي ان انا احققه. دي صعبة دلوقتي، خليني اصفرك وبعد كده انا اوعدك تشوفيهم. يا بابا ما هو صعب ان انا اطلع برا مصر وانا مش ضامنه حياتي. طبعا احنا حياتنا في ايد ربنا ومش حياتنا في ايدينا. يا حبيبي انتي هتبقي في رعاية رب المجد يسوع المسيح. ايوه انا بوعدك، سيبي ايديك لربنا، قول له تعالى انت يا رب خطفتي مشيني بس. وانا بعد ما طلعك انا اوعدك بكل اخبار حلوه، هتعاون مع الكنيسة وشوف ولادك طبعا ده هياخد وقت عشان اجيبهم لك عندك، بس خليكي معايا دغري. شوفوا هنا بقى بيعترف انه بيتعاون مع الكنيسة، وده بيتفق مع كلام المنصرة ميرفت في التسجيلات اللي فاتت. ما اللي حصل بعد كده انه تواصل مع الكنيسة في مصر ووصل لهم طلبي ان عايز اشوف الاولاد قبل السفر. وطبعا جه الرد من رحومة الحرامي ان مفيش اولاد الا لما ملفي في الامم المتحدة يكمل. ومش كده كمان، ده بيقول لي لو عايزة ترجع في كلامك اوكي، اعتقادا منه ان هقول له حاضر ونعم. بس انا طنشته طبعا، وبدأ اسلوبي يكون اكثر حدة مع ميرفت، ودار النقاش ده بيني وبينها، وكانت بتطمني من ناحية رحومة الحرامي وانه مش هيسيبني وان انا بنته. هو وعدني وقال لي انا مش هسيبها دي بنتي، هو قال لي كده. هو عنيف، لدرجه ان الليل لما زعلك كلمني. انا هو عنيف، هو في رده عنيف، يعني تحسين لا. العيال دول مش قانونا المفروض يكونوا مع امهم؟ ماشي، هو قانونا يعني معلش ماشي، انت ترضي ان هما يخسروا ابديتهم في ايماننا بقى. بص انا اقول لك على حاجه يا ميرفت، حكايه يخسروا ابديتهم او يكسبوا ابديتهم، معلش سوري، مش انت ولا اي حد من البشر هيحددها. انت متعصبه لدينك شيء طبيعي، والمسلم متعصب لدينه شيء طبيعي. انا بتكلم من جانب الانسانيه مش الدين. ماشي يا ماما، ما انا بقول لك دلوقتي كده المسيحيه ما فيهاش انسانيه. لا ما تقوليش على انه لا 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 لا, 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 لا احنا مش احنا بقى، احنا كمسيحيين مش عايزين ولادك يبقوا مسلمين، لكن عايزين تحرموني وتعذبوني. تحرموني لا لا، من فين احب اعدائكم؟ بس انا عايزه ماما اسمعيني، انا احنا في انت في نظر المسيحيين او الكنيسه او المسيحيه عموما كايمان ان انت مش تبعنا. تمام، انت اسمعي، خسرتي ابديتك بمزاجك، فمش عشان القانون نخلي ولادك يخسروا الابديه، احنا بنبص لفوق مش للارض. انا امهم، انا اللي ولدتهم يا ميرفت، وانا اللي رضعتهم، وانا اللي تعبت فيهم، مش من حق اي حد ولا اي جهه ياخدهم مني. بصراحه يا ميرفت دي مش انسانيه، دي مش انسانيه، وكل يوم بيزيد ايماني ان المسيحيه ما فيهاش انسانيه وما فيهاش محبه. اوعى تقول الله محبه تاني، انتوا بعيد تماما عن المسيح. وقفوا العيال كده في المحكمه واسالهم عايزين امكم ولا لا، انما انا من كده عمياني كده، امكم وحشه، امكم سابتكم، امكم ماشيه مع رجاله ايه؟ ده هم اللي سفله ولاد ادم، انا عمري ما حد لبسني. انا مش عايزه اتكلم في الدين، يعني عارفه انا يعني ملف الدين ده خليت الملف التاني. اول حاجه هي ولادي، انا ام، وعمر ما النزعه دي هتتنزع من جوايا، ولا انس ولا جن هينزع نزعه ان انا ام من جوايا. انا ام، ده لو القطه هتنط سبع حيطان وتجيب عيالها. ايه في الكتاب المقدس بتقول لك نسيت الام رضيعها؟ انا ايوه كتاب معناها استحاله، معناها استحاله. فانا مش هنسى ولادي، حتى لو فاكرين وحش، حتى لو فاكرين كويس، انا مسير هتقابل معاهم وهجيبهم بطريقتي وهطلعهم.
وبعد ما فشلت محاولاتي مع الناس اللي خطفينكم وبعدوكم عني، قررت ان ادور عليكم بنفسي واحاول اجيبكم. وعرفت مكان مدارسكم اللي في حدائق القبة، وانتظرت لميعاد الامتحان علشان اعرف مكانكم. ودخلت مدرسة الدار البيضاء وقابلت المدير اللي رفض يديني اي بيانات عن جرجس او اني حتى اشوفه، واعتاد عليا بالضرب واخد التليفون مني بالقوة، وهرب جرجس علشان مغدوش. اما الاسبوع اللي بعده بقى رحت علشان امتحان بيتر علشان هنفذ الحكم اللي معايا، وكان معايا قوة من الشرطة ومحضر من المحكمة. واتفاجئت طبعا انهم غيبوه من الامتحانات، لان مدير المدرسه بتاعت الدار البيضاء الحديثه هو اخو مدير مدرسه الانجليه الخاصه، وكانوا طبعا الاثنين منسقين مع بعض على اساس اني ما اقدرش اوصل لحد فيهم. لدرجه ان عملت بلاغ للنائب العام ومجلس الوزراء وشكاوى في الاداره التعليميه، ومفيش اي استجابه خالص. واخر حاجه وفكرت فيها ان اعمل فيديو استغاثه بناشد فيه المسؤولين انهم يساعدوني في الحصول عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اخواني واخواتي في كل مكان. من خلال الفيديو ده بوجه استغاثه ومناشده وبلاغ للرئيس المصري السيد عبد الفتاح السيسي، والسيد وزير الداخليه، والسيد النائب العام، وبناشد المجلس القومي لحقوق الانسان، والمجلس القومي للمراه، والمجلس القومي للامومه والطفوله. أناشدكم جميعا كأم مكلومة على فراق أولادها الصغار، بولا عنده 6 سنين، وبيتر عنده 12 سنة، وجرجس عنده 14 سنة، وحرماني منهم، ودول أطفال محتاجين رعايتي زي أي أم، ومعايا ولاية تعليمية، ومعايا حكم الضم بتاع الأطفال القصة، وصيغة تنفيذية بالحكم، وبتهم اتهام مباشر لأبو الأطفال، وكمان تستر مدرسة الدار البيضاء والإنجلية الخاصة بحدائق القبة السيد إيهاب نبيل بولس. اللي اعتدى على الضرب وانا بصور اللايف امبارح والاهانه، وساهم كمان في هروب الطفل من المدرسه. ابني جرجس كان عنده امتحان امبارح اولى اعدادي، اخر يوم في الامتحان، كنت عنده اول امبارح كنت عنده امبارح، وفي اليومين يقول لي هو خارج، ويتصل بابو الولد ويهربوه بعربيه. بالرغم من انا قدمت كل مستنداتي ومياسات شخصيتي، يعني انا قدمت له مثلا الباسبور بتاعي باسمي القديم علشان الحكم طلع بالاسم القديم، وقدمت له حكم الحضانه طلب مني الاصل، جبت له الاصل اهو مختوم بختم النسر اهو، ده الكاميرا جايباه، والولايه التعليميه اهي ورق اصول. ومع ذلك قال لي يا استاذه اتفضلي اخرجي بره، ما عندناش تعليمات نتعامل معاكي. ما عندنا، امال عندك تعليمات تتعامل مع مين؟ مع الجهه اللي جابت لك الولد؟ معلش انت قابلت الولد ازاي من غير وصاية تعليمية؟ انا الام وانا اللي من حقي انقله او اخليه في المدرسة. انا هنا بتكلم بصفتي مواطنة مصرية، مش بتكلم بدافع ديني او بتكلم بدافع سياسي، انا بتكلم بدافع انساني بحت. انا بستنجد بالقضاء المصري والقانون المصري علشان ينصفني ويرجع لي ولادي. وبالمناشدة دي اكون عملت اللي عليا وخلصت ضميري قدام ربنا وقدام كل الناس المسيحيين قبل المسلمين، اني ما سبتش ولادي وسعيت بقدر الاستطاعة كأم اني احصل عليكم. ولكن املي في ربنا كبير ان انتوا في يوم من الايام هتكبروا وتبدأوا تسألوا عني، لانكم عارفين اني ما متش زي ما بيقولوا لكم، لانكم كنتوا كبار. وممكن في يوم من الايام تشوف الفيديو ده وساعتها هتعرفوا توصلوا لي باي طريقة، سواء عن طريق الايميل او صفحتي على الفيسبوك. وانا بحبكم جدا جدا وعمري ما هنساكم. ورسالتي التانية للكنيسة اللي خطفة ولادي وبيبعتوه للمنصرين علشان يساوموني على ولادي، اقول لهم ان السلاح اللي معاكم دلوقتي ممكن يبقى ضدكم في يوم من الايام لما ولادي يكبروا ويعرفوا الحقيقة اللي الناس كلها عارفتها وانتشرت في السوشيال ميديا وموثقة بالصوت والصورة والأوراق القانونية اللي تثبت أحقيتي في ولادي. وأنا أكدت أكتر من مرة إن عايزة ولادي كأم من ناحية إنسانية مش من ناحية دينية، وإنتم مصممين إنكم تدخلوا القضية من ناحية دينية، ودي تتنافى مع المحبة اللي بتدعوها. فين بس أحبوا أعدائكم؟ صحيح إنتوا دلوقتي قادرين تسيطروا على الولاد وعلى تفكيرهم، ده لأنهم لسه أطفال صغيرين، لكن بقى لما يكبروا يعرفوا الحقيقة ويكرهوكم لأن انتوا حرمتوهم من أمهم، سلبتوا منهم طفولتهم
وانتوا بتستخدموهم كسلاح، بس السلاح ده كان وسيلة للضغط عليا علشان ارجع للمسيحية. بس السلاح ده ورقة واتكشفت خلاص، وانا فوضت امري لله سبحانه وتعالى، وانا على يقين تام بانه هيجبر خاطري ويرجع لي ولادي في يوم من الايام. وانا مبسوطة جدا ان الناس عرفت حقيقتكم والقناع سقط من على وجهكم، وعند الله تجتمع الخصوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.